نكمل مع بعض النهارده اخر محاضره في الجزء بتاع الدي سي. نرجع نفتكر كده، احنا قلنا هنتكلم على اربع طرق لحل السيركتس. كنا قبل كده كنا بنشتغل بالايه، باللي هو البيزك لوز اللي هي اومز لو، مع ان انا اعمل ريزيستنس كانسليشن بارلل مع سيريز ستار دلتا دلتا ستار، ودي تنفع مع الحاجات البسيطه اللي هي فيها سنجل سورس، واللي خليه خلي كانت بتنفع مع الحاجات اللي فيها سنجل سورس والدايره شكلها سهل وايه بسيط شويه. لما ظهر معايا تو سورسز في نفس الدايره بقى الموضوع اصعب شويه، فنبدا نخش على الطرق الايه الادفانسد اللي هم مين الاربعه اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت. وكنا بدانا بالسوبر بوزيشن وشفنا بنحلها ازاي، اللي هي قلنا زي ما اللي قلنا ايه كشكل مبسط ليها، اتنين تلاتة بيزقوا في نفس الوقت مع بعض. طب في الاخر النت فورس هي عباره عن ايه؟ فكاننا بنحاول نشوف كل واحد لوحده تاثيره ونجمعهم مع بعض. ده اللي احنا عملناه في الايه في السوبر بوزيشن. وطبعا شرحنا المره اللي فاتت بايه بالتفصيل، قلنا انك بتلغي الباقيين وتسيب واحد. الباقيين بلغيهم ازاي؟ الفولت سورس عايز اخليه بزيرو، يبقى فولت سورس يبقى بزيرو معناها ايه؟ ان الفولت بزيرو يعني بقى شورت سيركت. الكرنت سورس عايز اخليه بزيرو مش موجود، يعني له ايه؟ اوبن سيركت. وابدا احل للسورس اللي انا سايبه، اخلص ارجع واحد والغي الباقيين، اخلص ارجع الثالث والغي الباقيين، وفي الاخر اجمع الايه التاثير كل حاجه باتجاهها. وخدنا اكزامبلز عليها وخلصناها، ده اللي هو الجزء الايه بتاع السوبر بوزيشن. نقدر نتكلم على الثلاث طرق التانيين اللي هم النودل المش الثيفنن. طيب النودل ببساطه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تطبيق لكيرشوف كارنت لو عند النودز اللي موجوده عندي في السيركت. انا مش عارف، او هي هدف الطريقه دي ان انا ابدا بحط عدد معين مثلا ان ايكويشنز في ان انونز. مين هم الانونز دول؟ اللي هم الفولتجز بتوع النودز اللي موجوده عندي. فلو انا عندي دايره وانا عرفت احل الايكويشنز دولت واطلع الانونز اللي هم الفولتجز اللي عند النودز اللي موجوده، وبقيت عارف الفولتج عند كل نود، ما انا خلاص تقريبا عرفت كل حاجه في الدايره. ما انا عرفت الفولتج عند كل نود اعرف اجيب الكرنت اللي في كل برانش منها وهكذا. فهي الهدف كلها ان انت بتحل ان equations في ان unknowns اللي هم الفولتجز بتوعه النودز اللي موجودين عندي، زي ما كان ايه موجود عندكم هنا هي او نود. ادي نود 2 3 4 5 على حسب، وزي ما اتفقنا قلنا يعني ايه نود قبل كده، هي نقطه بيلتقي فيها 3 برانشز او اكتر. حلو، يبقى ده كده الايه اللي هي النودال ميثود، بس كده ده الاختصار بتاعها. هحل عدد معادلات في عدد مجاهيل اللي هم المجاهيل اللي هم مين؟ اللي هم الفولتجز بتوع النودز اللي موجودين عندي. وانس ان انا حليتهم وجبت الفولتج عند كل نود اعرف اكمل واجيب اللي انا عايزه كله بقى، الفولتج الكرنت، ومن الكرنت اجيب الباور واللي انا عايز اعمله اعمله. طيب فالطريقه بتاعتها ازاي اهي؟ اول حاجه ديترماين ذا نمبر اوف نودز. انت عندك كام نود في الايه في السكه كلها على بعضها؟ سيبيني نعمل الايه البوينتر العظيم ده. عندك كام نود؟ هنقول ان نود مثلا في الدايره عندك، بنأسيوم ان واحده فيهم او بنختار ان واحده فيهم، يعني عاده جرى العرف اللي بتبقى ايه اللي هي تحت، ان ايه اللي تحت خالص دي بتبقى ايه الجراوند او الزيرو بوتنشال بتاعنا. فبقى عندي واحده بعرفها ان هي الزيرو او الجراوند بتاعي، وبالتالي بقى لي ايه ان ماينس 1 نودز مش عارف البوتنشال بتاعهم. فانا مجرد بس بفترض ان الجراوند بتاعي هو ده وبنسب الباقيين ليه، دي اعلى منها ب 10 فولت يبقى 10 فولت بالنسبه للزيرو ده، دي طلعت اقل يبقى دي ماينس 10 بالنسبه للزيرو اللي هو ده، ودي 5 4 زي ما يطلع معايا وانا بحل بعد كده. يبقى انا بفترض او بشوف النودز اللي عندي واحده فيهم بحطها هي الجراوند او الزيرو فولتج، الان ماينس 1 بديهم اسماء في 1 في 2 في 3 في 4 لحد في ان ماينس 1. كده بقى عندي ان ماينس 1 انون على النودز اللي عندي. ابدا اطبق عند كل نود كيرشوف كارنت لو ان مجموع التيارات اللي عند النود دي بيساوي صفر. والتيار ده عباره عن ايه؟ ما هو اي تيار في اي ريزيستنس عباره عن ايه؟ الفولتج دروب اللي عليه على ريزيستنس، صح ولا لا؟ يعني لو انا عارف مثلا، او لو انا عندي اهو حاجه عامله كده، مثلا يعني بالمنظر ده، وانا اقول ده اسمه في 1 ده اسمه في 2 وده الجراوند بتاعي، يبقى هنا كان اسمه هسميه اي 1، هنا هسميه اي 2، هنا هسميه اي 3. يعني طبعا بعمل حاجه ايه يعني بيزك، بس اهو اي 1 هو عباره عن ايه؟ فرق الجهد على الريزستنس دي اللي هنا، يعني اي 1 هو عباره عن ايه؟ في 1 ماينس ادي الريزستنس دي عليها هنا في 1 هنا وهنا 0 ماينس 0 على هسمي دي ار 1 هسمي دي ار 2 هسمي دي ار 3 على ار 1. طب واي 2 ايه الحاجه اللي تخلي الكرنت يمشي كده؟
ان اي 2 بتساوي في 1 ماينس في 2 على ار 2. طب واي 3 نفس الكلام، في 1 على في 2 ماينس في 2 على ار 3. فانت بتحط بتوزع التيارات بتاعتك في الدايره كلها وتبدا تشوف كل تيار بيساوي كام، وتطبق كيرشوف كارنت لو عند النود دي ان اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 كلهم خارجين بيساوي صفر، وعند النود دي ان اي 1 ماينس اي 2 ماينس مثلا لو ده اي بقى 4 بيساوي كذا، وتبدا تطبق كيرشوف كارنت لو عند كل نود وتحط كل كارنت بقيم الفولتج اللي هو ايه بيساويها. هيطلع لك في الاخر ان ماينس 1 ايكويشن، في ان ماينس 1 النونز اللي هم الفولتج اللي هم في 1 وفي 2 لحد في ماينس 1 لحد ما تحلهم وتطلع الفولتج. لو انت جبت الفولتج في كل واحده من دول يبقى انت عارف الفولت هنا وهنا وهنا وهنا، ومنها تجيب الكرنت هنا وهنا في كل حته. خلاص بقى كل برانش كل اليمنت انت عارف الفولتج اللي عليه، عارف الكرنت اللي ماشي فيه، الدنيا اتحلت معاك. يبقى بتابلاي كيرشوف كرنت لو عند كل ان ماينس 1 او كل نود من الان ماينس 1 اللي عندك، وبتطبق اومز لو عندها لحد ما تطلع في الاخر قيم او معادلات فالنونز اللي هم الفي 1 وفي 2 لحد في ان ماينس 1 وتحلهم وتطلع اللي عندك. تعال نطبق بمثال عملي على طول عشان ايه نخلص. ادي دايره بالمنظر ده، تعال نبص عليها كده. انا عندي في الدايره دي عندي كام نود؟ 1 2 3 4، لا ونود كمان 4. يبقى انا عندي كام نود؟ 4. اول حاجه عملتها ايه؟ هفترض واحده هي الجراوند اللي هو عاده قلنا فين اللي تبقى تحت هنا، واحد كبرت في دماغه انا عايز اخلي دي الجراوند بتاعتي. يا عم براحتك اللي انت عايزه، المهم خد نود معينه هي الزيرو هي الجراوند بتاعتك. بس انا بقول لك جرى العرف والاسهل دايما هي مين؟ اللي تحت اللي هي بتبقى تحت هنا عندك اللي هي ايه الجراوند بتاع الدايره بتاعتك. اذا اصلا ما كانتش جايه لك ايه مرسومه جاهزه، يعني في الرسمه دي هو انا راسم لك هنا الايه الجراوند، فخلاص يبقى انا عارف ان النقطه دي هي الزيرو بوتنشال. خلاص ما فيش حد بقى يفتي يقول لك ايه هخلي دي الجراوند، انا جبتها منين يعني؟ طيب يبقى ادي الجراوند بتاعك. من عندي كام نود؟ 1 2 3، سميت دي في 1 سميت دي في 2 سميت دي في 3. ادي كده اول خطوه. يبقى انا اول خطوه طلعت النودز اللي عندي كام، وواحده خليتها الجراوند، ادي اول خطوه. ثاني خطوه سميت الباقيين بقى اسماء زي ما انا عايز، في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 اي حاجه، ادي ثاني خطوه. ثالث خطوه حاجه من النودز اللي عندي وابدا اخرج الايه الكرنتس، كل برانش عندي ابدا اطلع في تيارات. فانا فرضت ان هنا كرنت اسمه اي 1 ماشي كده، كرنت اسمه اي 2 ماشي كده. خلي بالك، هل انا عارف ان التيار ماشي كده؟ جايز لما اجي احل يطلع سبحان الله مثلا ده بيزق اهو كده التيارات كده فالكرنت عامل كده، ممكن. فخلاص لما اجي احل هيطلع لي ان هو نيجاتيف، خلاص انا ما اعرفش. انا حاليا في المرحله دي انا ما اعرفش لا اتجاهات ولا بوتنشال الفولتج ولا اي حاجه، فانا بفترض اي حاجه وهحل بناء على افتراضاتي اللي انا حاططها وبعد كده احل ويطلع زي ما يطلع. فانا افترضت ان انا عندي اي 1 هنا عندي اي 2، اجي على النود اللي بعديها طبعا ممكن اعمل هنا اي 3، بس هل محتاج اعمله؟ ليه؟ لان انا لا في اهو، بس انا عارف ان ده اسمه اي اس. مش احنا اتفقنا ان الكرنت سورس بيطلع دايما كرنت ثابت؟ فخلاص فانا عارف ان اللي ماشي اسمه اي اس. فلو انا حطيت هنا اسمها كرنت اسمه اي 3، اول حاجه اعملها ايه؟ ان اي 3 بيساوي اي اس، فخلاص اذا مش محتاج ايه احط حاجه عندي زياده هنا. طيب نيجي نخش على النود اللي بعديها اهو، جيت هنا المفروض ان هنا يبقى في تيار، بس مش محتاج اطلع تيار، ما خلاص انا سميت اللي هنا اسمه اي 2 خلاص. فاخش بقى على البرانشز الجديده اللي انا ما سميتش فيها حاجه، ده هحط هنا في اي 3 وده هحط هنا اي 4. اجي على النود اللي بعدها في 3 في هنا البرانش ده محتاج احط فيه حاجه؟ لا، ما خلاص انا قلت ان اسمه اي 4 خلاص. طب والبرانش ده محتاج احط فيه حاجه؟ ما هو ده اي اس. طب هنا محتاج احط حاجه؟ لسه ما فهسمي ده ايه اي 5. يبقى انا كده بقى عندي ايه 3 نودز، سميت تيارات اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 وعندي اصلا اي اس ماشي من فوق. تعال بقى نطبق ايه كيرشوف كارنت لو عند كل نود من دول. عند النود دي ايه اللي انا عارفه؟ ان مجموع التيارات اللي داخله بيساوي مجموع التيارات اللي خارجه، او مجموع التيارات كلها على بعضها باشارتها بيساوي صفر، صح كده؟ تعال هنا اهو ده خارج يبقى اي 1 بلس اي 2، وده برضو ايه خارج لانه ماشي في الاتجاه ده، يبقى اي 1 بلس اي 2 بلس اي اس بيساوي 0، صح ولا لا؟ ادي اول معادله. تاني معادله اجي على النود دي فين اللي داخلين؟ اي 2 داخل واي 3 واي 4 خارجين، يبقى دول اشاراتهم عكس بعض ولا لا؟ يعني يا اما اقول اي 3 بلس اي 4 ماينس اي 2 بيساوي صفر، او اقول ان اي 3 بلس اي 4 بيساوي ايه؟ اي 2، صح؟
نفس الكلام اجي هنا اهو فين اللي داخلين عندي اي 4 واي اس ما ده برضو داخل اهو وعندي اي 5 هو اللي خارج يبقى اي 5 بيساوي مجموع الاثنين دول اي 4 بلس اي اس اهي يبقى ادي الثلاثه نودز اللي عندي ادي الثلاث معادلات بتاعتهم اي 1 بلس اي 2 بلس اي اس بيساوي 0 هنا اللي داخل اللي هو اي 2 بيساوي مجموع اللي خارجين اي 3 بلس اي 4 هنا اللي داخل اللي هو اي 4 بلس اي اس بيساوي اي 5 تعالى بقى زي ما عملنا من شويه هنا اللي هو ايه ان كل تيار هو عباره عن ايه هو الفولتج دروب على الريزستنس اللي موجوده او على الاليمنت اللي موجود جوه ف اي 1 هو عباره عن ايه في 1 ماينس 0 على ار 1 صح ما هو اللي هيمشي الكرنت اي 1 ده هو فرق الجهد اللي على ار 1 طب وايه اللي هيمشي الكرنت في ار 2 هنا هو في 1 ماينس في 2 على ار 2 طب وار وطبعا اي اس ما فيهوش حاجه طيب اي 3 هو عباره عن ايه في 2 ماينس 0 على ار 3 اي 4 هو عباره عن ايه بالظبط في 2 ماينس في 3 على ار 4 طب واي 5 في 3 ماينس 0 على ار 5 طب واحد يسالني مثلا انا ليه ما قلتش هنا في 3 ماينس في 2 لان الكرنت ماشي ازاي اي 4 ده مثلا ماشي ازاي ماشي كده يعني جاي من الاعلى للبوتنشال للاقل زي ما قلنا الميه بتنزل من فين من فوق لتحت فالكرنت ماشي من البوتنشال الاعلى للاقل يبقى هو في 2 ماينس في 3 على ار 4 اهو نعوض بقى اي 1 في 1 على 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 ار 1 لان ماينس 0 فخلاص شلت الزيرو هنا اي 2 بقى في 1 ماينس في 2 على ار 2 اي اس زي ما هو اهو المعادله الثانيه اهي في 1 ماينس في 2 على ار 2 اللي هي نفسها هي دي ما هو ده نفسه اي 2 ما اتغيرش مش عشان خاطر بقى في معادله ثانيه بقى ليه هو نفس الفاليو بيساوي اي 3 اهو في 2 على ار 3 زائد اي 4 في 2 ماينس في 3 على ار 4 نيجي على المعادله اللي بعديها اهي في 2 ماينس في 3 على ار 4 بلس اي اس بتساوي في 3 على ار 5 ها بص على دول كم معادله 3 فيهم كم انون 3 برضه اللي هم مين ادي في 1 ادي في 2 في 3 وبس طبعا الارات انت عارفها والاي اس ده السورس اللي عندك في الدائره مثلا 5 امبير 10 ايا كان يبقى انت عندك ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل ظبط انت بقى حالك وحلهم على ايديك على رجليك على الحاسبه زي ما انت عايز حلهم طلع لي الايكويشن الفولتج خلاص انت كده حليت المساله عايز بقى تجيب الفولت هنا مطلوب مثلا ان انا اجيب الكرنت اللي ماشي في الايه في البرانش ده عايز اعرف الباور ديسيبيشن في الايه في المقاومه دي يبقى انت بعد ما تحل وتجيب الكرنت اي 3 تقول ان الباور هنا بيساوي ايه اي 3 سكويرد في ار 3 ايا كان بقى المطلوب خلاص ما انت عرفت كل حاجه تعرف تجيب اللي انت عايزه فيها مشكله اي سؤال طيب في بقى بعض السبيشال كيسز في ايه في النودال ميثود اللي هي ايه ان وانا ببدا الحل بتاعي انا عندي نود من الاول انا عارف القيمه بتاعتها بكام فمش محتاج اديها في 1 او في 2 او في 3 او انون ليه انا عارفها زي الشكل اللي قدامك ده هنا عندي كام نود نظريا ادي 1 2 3 4 سميت ده الجراوند ماشي اللي هو ريفرنس نود وعندي في 1 في 2 في 3 بس من الاول انا عارف ايه ان في الجراوند بزيرو صح وايه تاني عارفه ان في 1 بيساوي ايه في اس في اس ده مثلا ده فولت سول او باتري 10 فولت طب ما انا خلاص ما انا عارف هنا طالما في البرانش ده ما عنديش اي ريزيستنس عارفين لو عندي هنا في ريزيستنس ان سيريز مع دوت خلاص انا ما اعرفش ليه؟ لأن ممكن يكون ده 10 فولت والريزستنس عليها 5 فولت بقى الإجمالي 15 أو عليها 3 بقى 13، طب أنا هعرف منين هي عليها فولتج دروب قد إيه؟ مش هعرف غير لما أجيب الكرنت اللي ماشي فيها، صح؟ إنما في المنظر اللي قدامك ده والبرانش ده فاضي ما فيهوش غير الفولت السورس يبقى أكيد فرق الجهد بين هنا وهنا هو نفسه إيه؟ ده وده اللي هو كامل في إس، يبقى أنا خلاص عرفت من الأول إن في 1 بيساوي في إس، فأنا خلصت من نود خلصت من انون اللي هو ايه ان في 1 كده بقى عندي ايه تو ايكويشنز في تو انونز بس ان ليه لا لو في ريزيستنس هنا مثلا يعني انا ما اعرفش الفولتج ده بكام خلاص ما اعرفش ليه ده هيطلع كارنت كده هيتوزع مع جزء كده وجزء يمشي كده وبعدين يتجمعوا هنا ويمشي هنا وهنا وكارنت يمشي هنا في فولت بالناحيه دي هنا بس بكام بقى الفولت ده ايه ما اعرفش بقى انا بقول لك مثلا ما افرض الدايره دي فيها هنا مثلا كارنت سورس كمان وفيها فولتج هنا ما اعرفش ايا كان المهم ان في اليمنت ريزيستنس مش هقدر اعرف الفولتج اللي عليها كام غير لما احل واجيب الكارنت اللي ماشي انما بما ان ده لوحده كده هو البرانش عباره عن فولت سورس يتيم ما فيش غيره
خلاص. فإذا أنا واثق 100% إن فرق الجهد ما بين هنا وهنا هو نفسه الفي اس ولا لأ؟ يبقى أنا كده حليت واحدة من الثلاثة النونز اللي عندي، الفي 1 وفي 2 وفي 3، بقيت عارف إن في 1 بيساوي في اس. يبقى لما أجي أحل بقى لن يختلف الموضوع في أي حاجة، أنا كده كده عارف إن دي اسمها كام؟ في 1. خلاص؟ لما أجي أحل وأطبق بقى مش محتاج أحط ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، صح ولا لأ؟ ما انا عندي خلاص مجهولين بس في 2 وفي 3. فلما اجي اطبق كيرشوف كارنت لو اطبق على مين؟ على 2 بس عشان اطلع معادلتين. يبقى هوزع التيارات هنا عند في 2 ووزع عند في 3، مش محتاج احط حاجه هنا خلاص. يبقى انا كده بقول ايه؟ ان انا بقى عندي نود 1 بقت معروفه الجهد او معروفه البوتنشال بتاعها كام اللي هو في اس، وبالتالي هطبق كيرشوف كارنت لو على نود 2 ونود 3 بس. يعني هاجي اعمل ايه؟ هقول مثلا والله ان هنا في كارنت اسمه I1، هنا كان اسمه I2، هنا كان اسمه مثلا I3، وهنا نفسه مثلا ده I2 اللي كان داخل هنا، اعمل واحد هنا واحد كمان هنا وبس على كده. لما اجيب بقى الكارنت اللي ماشي هنا اقول ايه؟ بيساوي V1 اللي هو نفسه VS ماينس V2 على R2 زائد V2 على R4 زائد V2 ماينس V3 على R3. كده جبت دي، واعمل نفس الكلام هنا فيطلع لي معادلتين في مجهولين اللي هم V2 وV3. يبقى لما تلاقي برانش في فولت سورس لوحده سعادتك كده عرفت مشكورا ايه فرق الجهد بين الايه التونس دول، او عرفت نود الفولت عندها بكام. خلاص؟ حد عنده اي سؤال في النودل ميثود؟ جميل. نخش على المش، بيسمى المش او اللوب ميثود. هي اخت مين؟ النودل بالظبط. بس النودل كانت بتعمل ايه؟ بتعمل النونز عباره عن فولتجز عند النودز واحلهم مع بعض عن طريق ان انا بطبق كيرشوف كارنت لو عند كل نود. خد بقى كلامي ده واعكس كل حاجه فيه، بدل ما نود بقت لوب، بدل ما كان كيرشوف كارنت لو بقى كيرشوف فولتج لو، وهكذا. يبقى المش هي بتعمل ايه؟ بحاول اطلع عدد النونز او عدد ايكويشنز فعدد النونز اللي هم الكرنتس اللي انا هفرضهم. هناك كنت بفرض فولتجز النونز واحل معادلات واجيبهم، هنا بفرض كرنتس النون. هنا فولتجز على نودز، هنا كرنت جوه لوبس او جوه المش اللي موجوده وبحل. وهنا كنت بطبق كيرشوف كرنت لو عند كل نود، هنا بطبق كيرشوف فولتج لو عند كل نود. في الاخر يطلع لي برضو ايه؟ عدد معين من الانونز، عدد معين من الايكويشنز في عدد معين من الانونز اللي هم الكرنتس اللي ماشيين، احلهم واطلع الكرنتس. كده انا جبت الكرنت في كل حته في الدايره، اعرف اجيب البوتنشال، اعرف اجيب كل حاجه زي ما انا عايز. يبقى انا نفس الطريقه بس بدل ما بحل واجيب فولتجز، هنا بحل واجيب ايه؟ كرنتس. بس ده الفرق الوحيد اللي بينهم. يبقى المش ميثود او المش اناليسيز بتابلاي الكيرشوف فولتج لو تو فايند الانون كرنتس، تتطبق على اي بلانر سيركت او اي سيركت اقدر ارسم فيها برانشز واعمل بينهم لوز من بعضها. الطريقه عامله ازاي؟ نفس الخطوات برضو اهي. اول حاجه بص على الشكل عندك، وبص على اللوبس اللي هي اندبندنت على بعضها اللي هي مش متداخله في بعضها. اساين كرنتس في كل لوب. عاده جرى العرف والتسهيل ان انا باساين في نفس الاتجاه، انما من حقك تفرض في اي اتجاه. يعني مثلا الكرنت انا هفضل بلف كده، يعني مثلا زي اللوب دي زي ما هو عمل هنا كده، ادي لوب ادي الثانيه ادي الثالثه. جه واحد عايز مثلا عايز يقول لك ايه؟ هعمل كرنت هنا وده ماشي كده وده ماشي كده، براحتك اللي انت عايزه. ما هو اللي سعادتك هتفترضه هتكمل بيه في الحل بتاعك، ان انا لو افترضت ان الكرنت ماشي كده يبقى الفولتج دروب بيساوي ده ناقص ده زائد ده وهكذا. انما الصح والاسهل هو انك تعمل ايه عشان ما تلخبطش نفسك؟ كلهم في نفس الاتجاه، ده ماشي كده اهو كلوك وايز كلوك وايز كلوك وايز، يبقى كلهم ايه؟ زي بعض في نفس الاتجاه. يبقى دايما اول حاجه افرض كرنتس عددهم N على حسب عدد الايه الN لوبس او الN ميشز اللي موجودين عندك. اول حاجه. تاني حاجه طبق كيرشوف فولتج لو على كل لوب من اللي عندك. اللوب الاولانيه اهي مجموع الفولتج سورسز بيساوي مجموع الدروبس اللي على الريستنس اللي فيها، هيطلع لك معادله فيها كام انون ايا كان. اللوب الثانيه، اللوب الثالثه، اللوب الرابعه، الخامسه لحد N كرنتس، هيطلع لك في الاخر N ايكويشنز فيهم ال I1 و I2 و I3 لحد IN unknowns، برضه حلهم مع بعض لحد ما تجيب الكرنس اللي عندك في الدايره كلها. بس كده قال الايه المش. تعال ناخد مثال اهي دايره بالمنظر ده، عايز احلها بالمش ميثود. فهعمل ايه؟ رحت فرض على طول، ادي اول لوب عندي اهو، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه.
وسميت ده اسمه اي 1، سميت ده اي 2، سميت ده اي 3. يبقى انا كده اول خطوه عملتها الدايره كانت جايه بالمنظر ده، عن فيها كام لوب، فيها 3، سميت في كل واحد فيهم كارنت اي 1 اي 2 اي 3. ادي اول خطوه. تاني خطوه، كل مش او كل لوب ابدا طبق عليها ايه كيرشوف فولتج لوب. تعال نمسك اول مش اهي، انا ماشي كده بلف كده، فين السورسز اللي عندي؟ اهو في اي. يبقى في اي بيساوي عندك كارنت ماشي كده اسمه اي 1، اهو الكارنت ماشي خارج من الايه من البوست بتاع السورس، يبقى في اي بيساوي اي 1 في ار 2 زائد اي 1 في ار 3، صح؟ ها صح كده، الله ينور. هو انا فارض ان اللي ماشي هنا اسمه اي 1، بس ده لا يمنع ان الكارنت ده اسمه اي 2، ما هو ماشي في دي برضه، صح ولا لا؟ والريزستنس دي ماشي فيها اي 3 في الاتجاه ده برضه من تحت لفوق، صح ولا لا؟ اذا انا بقول ان سيجما، او انا لما باجي اطبق المش او كيرشوف فولتج لو، سيجما الفولتج بيساوي سيجما الاي في الار او الفولتج دروب اللي موجودين اللي هو الفولتج دروب، صح؟ فكل ريزستنس اشوف هي عليها فولتج دروب قد ايه. فانا عندي هنا في لوب 1 في اي ده اللي موجود بيساوي اول ريزستنس اللي اسمها ار 2 دي فيها دروب قيمته كام؟ هو اي 1 ماشي كده بس اي 2 ماشي العكس، يبقى هيساوي اي 1 ماينس اي 2 في ار 1 او اسمها ار 2 هنا. طيب الدروب الثاني اللي هو ده، المقاومه دي عليها فولتج دروب عباره عن ايه؟ عباره عن اي 1 ماشي كده واي 3 ماشي العكس كده، يبقى عباره عن يبقى زائد هنا اي 1 ماينس اي 3 مضروب في ايه؟ في ار 3. يبقى دي كده اول معادله اهي فيها كام انون؟ اي 1 واي 2 واي 3 ثلاث انون. هعمل لا كرر بقى نفس الكلام على اللوب ديت وعلى اللوب دي، هيطلع في الاخر معادلتين تانيين فيهم اثنين انونز او ثلاثه اللي هم ايه اي 1 واي 2 واي 3، واحلهم مع بعض. يبقى هنعملها بالمنظر ده اهو. اول مش اهي في اي ماينس، طبعا هو هنا ايه لما قعدت بقى ترتبها اي 1 في ار 2 وديتها من الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، فبقت في اي ماينس اي 1 في ار 2 بلس ار 2 في اي 2 ماينس ار 3 في اي 1 بلس ار 3 في اي 3 بيساوي 0، اللي هي اهي في اي بيساوي الكلام ده كله. فلما تفك الكلام ده بقى كده وتجيبهم بصوره ما يطلع لك الحاجه الايه اللي قدامك هنا. نفس الكلام على مش رقم 2. فين مش رقم 2؟ اهي المش دي فيها اي فولت سورس ولا ما فيهاش؟ فيها اللي هو مين؟ في بي. طب في بي وانا ماشي كده معايا ولا عليا؟ معايا بالبوزيتيف اهو، انا ماشي كده وبزق معاها، دي بتحاول تطلع كارنت كده فانا معاها، يبقى في بي بيساوي في عندي كم مقاومه هنا؟ ار 2 وار 1. ار 2 ماشي فيها كارنت اسمه ايه؟ اي 2 ماينس اي 1، وار 1 ماشي فيها ايه؟ اي 2 بس. يبقى هيكون فيها في بي ماينس ار 1 في اي 2 ماينس ار 2 في اي 2، وعندك هنا ايه؟ ار 1 فين؟ اهي ار 1 اهي ماشي فيها ايه؟ اي 2 بس. ار 2 ماشي فيها اي 1 ماينس اي 2. جميل؟ طيب يبقى ده كده الايه؟ مش رقم 2. مش رقم 3 فيها فولت سورس؟ فيها، اللي هو مين؟ ده، بس انا ماشي كده اهو، صح ولا لا؟ انا بلف كده، ففي بي معايا ولا ضدي؟ ضد الاتجاه بتاعي، يبقى ماينس في بي بيساوي الفولتج دروب اللي موجود هنا اهو، يبقى ماينس في بي بيساوي مجموع الفولتج دروبس اللي موجود عندك اللي هم دول، انه اي 3 ماشي في ار 4 وار 3 وعندك هنا اي 1 ماشي في ار 3 لوحدها اهو، تمام؟ طيب انا ليه برسم بالطريقه دي؟ يعني انا بعد ما عملتهم كده، الخطوه الزياده اللي انا عملتها بقى ايه؟ ان انا بدل ما اقول كرنتس مضروبه في ار، لا انا عايز اعملها ايه؟ ار مضروبه في ايه؟ في كرنتس اي 1 زائد ار مضروبه في اي 2 زائد حاجه في اي 3، لان الانونز بتوعتي اللي انا عايز احلهم هم مين؟ هم الكرنتس، فعايز احطهم على شكل ماتريكس، عايز اوصل لحاجه في الاخر تعمل لي كده ان الفي بتساوي ار في الاي، عشان يبقى ده الايه؟
الانون بتاعي اللي انا عايز ايه احله واجيبه عامل ازاي، فاقدر بعد كده اشوف الخطوه اللي جايه ان انا اقدر اعمل الكلام ده باي انسبكشن بالعين بس بعناية كده بمجرد النظر ممكن احل بتاعه واحطها بالشكل ده على طول. تعال نبص كده، هو لما انا عدت ترتيبهم ايه اللي حصل؟ بص كده على السلايد اللي فاتت، بص المعادله دي بقى عندك هنا ايه في اي اللي ايه يعني اللوب دي لما جينا نمشي معاها كده الفولتج اللي موجود فيها هو مين؟ هو في اي صح؟ اهو بقى لوحده. وعندك هنا اي 1، اي 1 مضروب فيها ايه؟ ار 2 بلس ار 3 اللي هو ده زائد ده. وعندك هنا ايه؟ اللوب دي مشتركه مع اي 2 في الايه؟ في الار 2، فعندك ماينس ار 2 في ار 2 ومشتركه مع اللوب دي في ار 3 يبقى ماينس ار 3 في اي 3 صح ولا لا؟ طب خدت بالك من حاجه؟ ان انا ماشي انا جوه لوب، فبقول والله ان الكرنت اللي انا فرضه بضربه في كل المقاومات اللي هو ايه بيعدي عليها، وبعدين بشوف اللوبس اللي فيها برانشز مشتركه ما بينهم بطرح منها الايه المقاومات المشتركه. يبقى انا عندي اللوب دي مشتركه في ار في ار 2 يبقى ماينس اي 2 في ار 2 اهي، واللوب دي مشتركه معاها في ار 3 يبقى ماينس اي 3 في ار في ار 3 اهو. يبقى الفكره فين؟ خدت بالك ان ايه كل كرنت او كل لوب الكرنت اللي جواها بيتضرب في إليمنت هو عباره عن ايه؟ مجموع المقاومات اللي في اللوب كلها. طيب والمشترك اللي بينه وبين الكرنتس الثانيه هو ماينس الريزيستنس اللي موجوده بينه وبين الايه؟ اللوبس الثانيه. عشان بالظبط لان ده الكرنت هنا عباره عن ايه؟ ده ماينس ده، هنا ده جاي من فوق لتحت ماينس ده جاي من تحت لفوق، فدايما المقاومه المشتركه فيها نيجاتيف الكرنت اللي ايه؟ اللي انا مشترك معاه من الناحيه الثانيه، طالما انا فارض ان كل الكرنتس في نفس الاتجاه من الاول. الكرنت بيتغير على حسب الريزستنس، بمعنى الكرنت ايه؟ لا انا فارض كرنت اسمه كده اسمه اي 1، افرض بعد ما احل الثلاثه انونز طلع اي 1 بالنيجاتيف يطلع اصلا هو هنا كرنت مثلا ماشي كده اساسا مش ماشي كده. يعني ايه لا هو يعني ايه متغير جوه اللوب؟ مش فاهم. لا مش ثابت، دي فرضيه. انا فارض ان اللي ماشي هنا اسمه اي 1 واللي ماشي كده اسمه اي 2 من كده اي 3. حلو. السؤال بقى هل الكرنت اللي ماشي جوه المقاومه دي اسمه اي 1؟ ها ده هو اي 1 ماينس اي 2 صح ولا لا؟ واللي ماشي هنا هو اي 1 ماينس اي 3 واللي ماشي هنا ماينس ايه؟ مفيش حاجه هو اي 3 بس. طب واللي ماشي هنا هو اي 2، فاذا انا لو جبت اي 2 يبقى انا عرفت اللي ماشي هنا كام، ولو جبت اي 3 عرفت اللي ماشي هنا كام، ولو جبت اي 1 واي 3 اطرحهم من بعض عرفت اللي ماشي هنا كام، ولو جبت اي 1 واي 2 وهكذا. فانا انا بفترض كرنتس وهميه ماشيه في اتجاه معين وبحل وبطلعهم. اللي ماشي بقى في كل اليمنت هو عباره عن ايه؟ على حسب الشكل، هو اي 1 نفسه، هو اي 2، هو اي 3، هو ان واي ماينس اي 2، هو اي 3 ماينس اي 2، زي ما يطلع بعد كده على حسب كل اليمنت ماشي في ايه منهم. تمام. فنفس الكلام عملناه هنا. تعال بص على المعادله دي، اللوب رقم 2 الفولتج في بي كان معايا عشان كده في ما حطيته بالبوزيتيف لوحده في الماتريكس دي، يبقى الفي بيساوي الار في الاي. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ماتريكس فيها او فيكتور فيه اي 1 واي 2 واي 3 اللي انا عايزهم، وده فيه في 1 في 2 في 3 اللي هم بتوع اللوبس اللي عندي لو موجودين. طيب ففي 2 اللي هو في بي اللي عندي هنا بيساوي، انا ماشي بتكلم على اللوب رقم 2 اي 1 واي 2 واي 3، هتلاقي اي 2 اللي هو نفس الكرنت اللي في اللوب بتاعتي مضروب في كل المقاومات اللي في اللوب اللي هو ار 1 وار 2 اهو. طب اللوب دي مشتركه مع اي 1 ولا مع اي 3؟ مع اي 1 في اليمنت اسمه ايه؟ ار 2، فنزل عندي بالنيجاتيف اهو. يبقى اللي مشترك ما بين تو لوبس بينزل بالنيجاتيف في الكرنت الثاني، واللوب نفسها الكرنت بتاعها بيتضرب في مجموع المقاومات اللي في اللوب كلها على بعضها. نفس الكلام اهو في اللوب الثانيه لما حاططها بشكلها عامل كده، انا بلف كده في بي معايا ولا ضدي؟ ضدي، عشان كده بالنيجاتيف ماينس في بي بيساوي الكرنت الاصلي بتاع اللوب هو اسمه اي 3. طب بيعدي على كم مقاومه؟ ار 3 وار 4 اهم مجموعين ومضروبين فيه. طب اي 3 مشترك مع مين تاني؟ مشترك مع اي 2 في حاجه؟ لا. مشترك مع اي 1 في حاجه؟ مشترك معاه فين؟ في ار 3. يبقى ماينس ار 3 في اي 1. يبقى انا كده لما اظبط بقى الكلام ده هيطلع لك ايه الشكل بتاعك اهو.
تعال بقى خد التلات معادلات اللي فاتوا دول وحطهم VA VB في اللوب التالتة كان ماينس VB بتساوي إيه اللي كان مضروب في I1 R2 plus R3 يبقى ده يتضرب في I1 إيه اللي كان مضروب في I2 ماينس R2 إيه اللي كان مضروب في I3 ماينس ماينس R3 ونفس الكلام في اللوب التانية أهي إيه اللي أضربه في I1 ماينس R2 اللي هو كان مشترك فيها إيه اللي أضربه في I2 اللي مشترك أو كل المقاومات اللي بيعدي عليها I2 اللي هو R2 و R1 أهم طب إيه اللي أضربه في R3 في I3 هنا مفيش لأن I2 و I3 مفيش بينهم مقاومة مشتركة فبقت زيرو نفس الكلام اللوب الثالثة ماينس VB أهي بتساوي I3 عليه مجموع كل المقاومات أهو I3 مضروب في الإيه في R3 plus R4 طيب لما أضرب في I1 هضرب في إيه اللي مشترك بينهم اللي هو نيجاتيف I3 أهو طب ولما اجي اضرب في I2 اللي مشترك بين ده وده ايه؟ مفيش فبقى زيرو. يبقى انا بمجرد النظر اقدر احط الايه؟ الشكل ده بالطريقه ديت. فولتجز لكل لوب اللي معايا واللي ضد بالنيجاتيف فيكتور او ماتريكس فيها ريزيستنسز هتلاحظ دايما ان الدياجونال بص كده ملاحظه الدياجونال هو مجموع المقاومات بتاعت كل لوب اهو اول لوب اللي هي ديت R1 بلس او اسف R2 بلس R3 اهي. اللي هنا R1 plus R2 اللي هو ايه الاثنين دول هنا R3 plus R4 اهو وهتلاحظ ان ده زي ده فدي تعتبر ايه symmetrical matrix minus R2 minus R2 ما هو R2 هي اللي مشتركة ما بين loop 1 و loop 2 فاكيد هتطلع لي هنا وهتطلع لي هنا بين minus اللوب المقاومة اللي اسمها R3 هي اللي مشتركة بين I1 و I3 اهي فظهرت هنا وظهرت هنا هل في حاجة مشتركة بين 2 و 3 مفيش عشان كده هنا ايه صفر وهنا صفر فهي سيمتريكال ماتريكس اللي على الدياجونال دايما هو الاليمنت اللي على الدياجونال هو عباره عن مجموع الريزيستنسز اللي موجوده في كل لوب لوحدها والاوف دياجونال اليمنت اللي هو سواء هنا او تحت هو عباره عن ايه ماينس المقاومات اللي موجوده مشتركه بين كل لوب واللي جنبها فدي ده الرول الاولاني مع الكولوم الثاني يبقى هو عباره عن ايه الاليمنت اللي مشترك في اللوب الأولانية مع اللوب الثانية، أدي اللوب الأولانية مع اللوب الثانية اللي مشترك فيها R2، يبقى تطلع هنا إيه؟ ماينس R2 على طول. نيجي هنا ده الرو الأولاني مع الكولوم الثالث، يبقى طبيعي اللي موجود هنا هو مين؟ هو اللي مشترك ما بين اللوب الأولانية والثالثة، اللي هو مين؟ R3 وهكذا. فإذا أنا بمجرد النظر مش محتاج بقى كل مرة أقعد أحل كيرش وفولتج لو، أنا لو فهمتها أعرف أطلع المنظر ده على طول بإيه؟ بعينيا إن أنا أعمل الماتريكس دي وأحط المقاومات اللي على الدياجونال مجموع المقاومة اللي في كل لوب الأوف دياجونال هو اللي مشترك بين كل واحدة تانية وبالنيجاتيف ولو مفيش حاجة مشتركة بحط إيه؟ بحط زيرو. إيه؟ آه بس أعملها مفيش مشكلة. هتحط الثلاث معادلات يبقى خلاص كده بقى عندك المنظر ده. هتحط ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل وتحلهم V هو قلنا الفيكتور اللي فيه الفولتجز او الفولت سورس اللي موجودين في الدايره الار هو الان في ان سيمتريكال ماتريكس اللي موجوده فيها ريزيستنسز والكرنت والايدل فيكتور بتاع الايه الكرنتس الطريقه بتاعت ان انا احلها باي انسبكشن او بالنظر على طول اهي اسيوم اول مش كرنتس ان ذا سيم دايركشن دي اهم حاجه عشان لو عكست هتحك معاك الدنيا اتنين حط فيكتور اسمه او اسمه في ده فيه كام ايه على حسب عدد اللوبس اللي موجودين عندك كيث كومبوننتس ايه للفيكتور بتاعك طيب بعد كده الار كي كي اللي هو الاليمنت اللي هو ار 1 1 او ار 2 2 ار 3 3 ده اللي هو الدياجونال اليمنتس يعني هي مجموع كل المقاومات اللي في المش ديت طب والار كي جي او جي كي ايا كان اللي هو الاوف دياجونال اليمنتس يعني هي نيجاتيف مجموع المقاومات المشتركه ما بين اللوب او المش كي وجي مع بعض وفي الايه وعشان دي سيمتريكال ماتريكس فار كي جي هو بيساوي ار جي كي يعني كل الاوف دياجونال ماتريكس ايه بيساوي بعض. فيها مشكله؟ حد عنده سؤال او حد مش فاهم؟ يبقى سواء فهمتها باي انسبكشن اوكي مش فاهمها ريح نفس او ملخبطاك ريح نفسك واشتغل بالطريقه العاديه اللي هو ان سيجما الفي بيساوي سيجما الاي في الار وامشي مع كل لوب ان الفولتج اللي هنا بيساوي اي في ار 1 زائد اي في ار 2 زائد اي في ار 3 وعادي جدا هيطلع في الاخر ايه نفس الطريقه. طيب كسبيشال كيس زي ما كان عندنا في النودل ميثود ان انا عندي حاجه اسمها او اسف لو عندي نود انا عارفها
الفولت بتاعها بكام عشان فيها فولت سورس وحيد يتيم. فانا برضو عندي هنا برضو حاجه بتحصل، حاجه اسمها السوبر ميش. ايه السوبر ميش ديت؟ اللي هي حاجه بالمنظر ده. تعال نبص على حاجه بالطريقه دي. لو انا جاي احلها هعمل ايه؟ لو انا ماشي بالطريقه العاديه بتاعتي بعمل ايه؟ قلنا عندي هنا كام لوب؟ 3. هفترض كام كرنت؟ 3. فادي اي 1، ادي اي 2، ادي اي 3، صح؟ وطبق كيرشوف فولتج لو عادي جدا ان مجموع الكرنتس هنا بيساوي مجموع الايه؟ الفولتج دروب، ومجموع الكرنتس هنا بيساوي ومجموع صح ولا لا؟ هطلع بكم معادله في كم انون؟ 3 معادلات في 3 انونز، صح؟ طب لو ظهر لي معادله رابعه يبقى كده 4 معادلات في 3 مجاهيل، في حاجه غلط، صح ولا لا؟ طب ايه المعادله الرابعه؟ ما هو انا عارف مش البرانش ده ماشي فيه 5 امبير ولا لا؟ يعني دايما هنا فيه 5 امبير، صح؟ طب ومن الفرضيه اللي انا عاملها دي ان ده اي 1 وده اي 2 وده اي 3 اللي ماشي هنا مش عباره عن اي 1 ماينس اي 2 ولا لا؟ انا هنا ماشي كده اي 1 كده وهنا ماشي اي 2 كده فعكس بعض، يبقى اي 1 ماينس اي 2 ده اللي ماشي في البرانش ده اللي انا عارف ان هو بيساوي كام؟ 5، صح؟ يبقى معنى كده ان انا عارف ان دايما اي 1 ماينس اي 2 بيساوي ماينس 5. خلي بالك ان اي 1 جاي من فوق لتحت ماينس اي 2 من تحت لفوق يطلع بكام؟ لكده. فممكن تعملها ان اي 2 ماينس الاي 1 هو اللي بيساوي الخمسة. حلو؟ يبقى انا كده عارف معادله اهي اوريدي، ادي معادله في ادي معادله، ما انا عايز ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. لو طبقت الثلاثه لوبس عليهم هيبقى عندي معادله زياده لان انا عارف ادي واحده. فاذا انا مش محتاج اعمل ثلاث معادلات بقى هنا، في واحده انا عارفها اهي. يبقى لما تلاقي برضو element موجود في النص ما بين تو لوبس في current source انا اوريدي عارف خلاص ايه المعادله دي، ان الكرنت دوت او التو كرنتس دول بيساوي 5 امبير. فانا عرفت كده ايه ادي معادله تربط اتنين منهم. يبقى لي ايه؟ عايز اجيب معادلتين كمان. ادي واحده دي سهله بنت ناس اهي ما فيهاش قلق لوب ولا فيها كده ولا كده اي حاجه. طب التو لوبس اللي كانوا مشتركين ما بين البتاع ده بعمل بقى السوبر مش اللي هي ايه المش الجامده قوي سوبر مش. فتعمل ايه؟ مش همشي بقى لا كده ولا همشي كده، همشي فين؟ همشي كده على السوبر مش المش الكبيره دي. فاكرين في اول مره في اول في محاضره في الاول لما قلنا كيرشوف فولتج لوب بيطبق على اي كلوز لوب ولا لا؟ لو انا واقف هنا وهمشي كده وهمشي كده وكده وكده ورجعت تاني سيجما البوتنشال بتاعي بيساوي كام؟ زيرو، لان رجعت نفس المكان تاني. طب لو مشيت كده 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 ولفيت ورجعت تاني مش هي ولا لا؟ فانا هطبق كيرشوف فولتج لوب المره دي على سوبر مش، على مش كبيره شويه عشان اتجنب ان انا ابقى عندي ريدندنسي في ان انا عندي هنا معادله 2 3 وانا اصلا عندي معادله بتربط ده بده. فانا عايز اطلع من الاشكاليه بتاعت الكرنت سورس ده، فاعمل ايه؟ اخد اللوب اللي بره دي كلها على بعضها، اقول والله ان ايه اي 1 اي 1 في 1 زائد اي 1 ماينس اي 3 في 2 اوم زائد اي 2 ماينس اي 4 في 3 ماينس اي 2 اسف اي 2 ماينس اي 3 في 4 اوم بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ نيجاتيف 10 فولت. ادي كده بقت معادله فيها اي 1 واي 2 واي 3، ادي معادله ثلاث مجاهيل. والمعادله الثانيه بتاعت اللوب دي اللي هو هي اللوب دي هل فيها اي فولت سورس؟ يبقى 0 بيساوي اي 3 مضروب في الثلاثه دول ماينس اي 1 مضروب في دي ماينس اي 2 مضروب في دي. ادي كده بقت المعادله الثانيه في الثلاث مجاهيل. المعادله الثالثه فين؟ اهي، احلهم مع بعض هطلع الايه الاي 1 والاي 2 والاي 3. يبقى لما تلاقي برانش، يبقى ثاني ملخص السوبر مش انك لما تلاقي برانش في النص ما بين تو لوبس من اللي انت فرض فيهم تيارات في كرنت سورس انا كده عارف علاقه ان الاي 1 ده ماينس الاي 2 ده بيساوي الخمسة. ادي كده معادله. فلما اجي اطبق بقى الكيرشوف فولتج لو اجي عند التو لوبس المشتركين دول اخد سوبر مش بتحوطهم كلهم على بعضها عشان اقلل عندي المعادلات بايه؟ بمقدار واحده اللي انا عرفتها قبل كده. ده كده ديفينيشن ايه السوبر مش اهو. يبقى سوبر مش بتكومباين مش 1 و 2 از سوبر مش كبيره واطبق الكيرشوف فولتج لو على الايه؟ على البريفري بتاعهم كلهم على بعضهم. يبقى هعمل كده اهو، ادي اللي انا كنت بقوله من شويه، ارجع بس للشكل. هطبق على ايه؟ على اللوب الكبيره دي اي 1 في ال 10 اسف اي 1 في ال 1 اوم
وعندك هنا اي 1 ماينس اي 3 في الاثنين اوم، وعندك اي 2 ماينس اي 3 في الاربعه اوم، كل دول بيساوي كام؟ ماينس 10. اهي ماينس 10 بيساوي اي 1 في 1 زائد الاثنين اوم مضروبه في اي 1 ماينس اي 3 زائد الاربعه اوم مضروبه في اي 2 ماينس اي 3. ادي كده اول سوبر مش. بعد كده اللوب الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي كانت دي زيرو بيساوي ايه اللي احنا قلنا ده من شويه، او زيرو بيساوي 3 في اي 3 زائد 4 اي 3 ماس اي 2 زائد 2 اي 3 ماس اي 1. اهو فين بقى المعادله الثالثه اللي انا عارفها؟ ان اي 2 ماينس اي 1 بيساوي 5 امبير. احل الثلاثة مع بعض، هجيب الاي 1، اجيب الاي 2، اجيب الاي 3، وبقى عارف كل حاجه في الدايره، بقيت عارف خلاص كل الكرنس اللي موجوده عندي. اعرف اجيب بقى لو فرضا مطلوب منك الفولتج دروب اللي موجود هنا بكام، هتجيبه هو اي 3 في الثلاثه. الفولتج بتاع النود دي خلاص، ما انا بقيت عارف ان دي 10، وعارف الكرنت اللي هو اي 2 واي 3، يبقى الدروب اللي حصل هنا على دي اطرحه من ال 10 جبت دي، وهكذا. عيش بقى اللي انت عايز تعمله وطلع اللي انت ايه نفسك فيه. خلاص، اي سؤال في المش؟ اي سؤال في النودل؟ جميل. طيب اخر طريقه عندنا اللي هي الثيفنن او الثيفنن اناليسيس او الثيفنن ثيرم. دي عباره عن ايه الثيفنن دي؟ بتبقى مفيده في ايه؟ انا بعمل ديزاين لدايره مثلا، يعني انا راجل بعمل الكترونيك سيركت وعايز اعرف ايه قيمه الحاجه اللي احطها هنا عشان تحسن لي الاداء بتاع الدايره، عشان تجيب لي اعلى باور كونسامشن، اعلى مش عارف ايه، اقل لي ايه، تقلل لي النويز في الدايره والريبلز، ايا كان. فانا كل مره بغير اليمنت معين في الدايره، بشيل مقاومه، طب ما نجرب دي 5 اوم، طلعت كرنت بكام؟ طلعت مش عارف ايه بكذا، لا لا شيلها خليها 3، شيلها خليها 4، شيلها خليها 2. فانا بغير كل شويه، بغير على اليمنت معين في مكان معين في الدايره. تخيل بقى كل مره انا لو جيت قلت لك مثلا ان انت عندك دايره بالمنظر ده كده، حاجه مثلا مكلكعه بالمنظر ده، ادي عندك هنا مثلا فولت سورس مع ريزيستنس، مش عارف بيدي هنا ريزيستنس، هنا في مقاومه ثانيه مثلا، وهنا في مش عارف كرنت سورس ومع ريزيستنس، وهنا في مش عارف ريزيستنس كمان، وهنا مش عارف كرنت سورس ثاني، وعندك مثلا هنا في مش عارف ريزيستنس عامله كده مع بطاريه كده، وانا بقى كل اللي يهمني يا ترى احط هنا بالنقطتين دولت مقاومه بكام عشان اخد مش عارف ايه، ايا كان ايا كان حاجه زي كده. طيب فكل مره دي مثلا كانت 5 اوم، هتعمل ايه؟ هتحل الدايره سوبر بوزيشن نودل مش هتعيش حياتك وتحلها. طب لو دي بقت 4 اوم، هل الحل بتاعك هي فاليد؟ لا، هتعيد تحلها تاني، صح؟ طب دي بقت 3، هتحلها تالت، 2، رابع، وخامس، وعاشر، هيطلع عينك ولا لا؟ صح؟ كل مره تغير قيمتها تقعد تعيد المش وتعيد النودل ويطلع عينك. فجي واحد بني ادم ابن حلال كده اسمه ثيفنن، الراجل ده راجل طيب قوي، قال لك طالما انا كل مره انا مهتم ان انا اغير الحته بالنقطتين دول بس ودول ثابتين بالنسبه لي، طب ما ايه اللي يمنع ان انا اجيب ما يكافئ المنظر ده؟ يعني كاني عايز اشيل كل الهلومه دي بالعك اللي موجود جواها واجيب الايكويفلنت ليها اللي هو ايه؟ حاجه عامله كده. يبقى النقطه اللي اسمها A وB اللي انا عمال اغير في قيمه المقاومه بتاعتها مره 4 مره 3 مره 2 مره ايا كان، A وB. يا ترى بقى اللي على شمالها ده كله لو شلته كله كده على بعضه وحبيت احط فولتج سورس اسمه في ثيفنن ومقاومه سيريز معاها اسمها ار ثيفنن، احطهم بكام بحيث يدوا نفس الايفكت بتاع كل الهلومه دي، بحيث لما اجي احل الدايره دي والله باربعه سهله ولا لا كده؟ الكرنت بقى مثلا الكرنت اللي ماشي هنا بقى بكام؟ كنت لازم احل كل ده تاني عشان اجيب الكرنت اللي ماشي هنا. هنا بقى خلاص الكرنت ده بيساوي كام؟ في على دي زائد دي، صح ولا لا؟ وسهل بقت 5، بقت 4، بقت 3، هو الكرنت اللي ماشي هنا هو بيساوي في 7 على ار 7 زائد مره 5 مره 4 مره 3. يبقى انا بغير بس ايه؟
الحل الخطوه دي مش محتاجه اعيد حل كل ده من اول وجديد، صح ولا لا؟ هو ده ثيفنن. يبقى ثيفنن هي طريقه بحاول فيها ما بين نقطتين معينين انا عارفهم بيتغير عندهم إليمنت معين، اشيل كل الدايره الثانيه واحط ما يكافئها في وار سيريز مع بعض بس كده. فيها مشكله؟ حد مش فاهمها او حد مش متخيل هي ايه لازمتها؟ فثيفنن بتقول ايه؟ In many applications you want to find the response to a particular element. Element معين عايز اشتغل عليه واشوف الريسبونس بتاعه مع تغيره مع ايا كان، على الاقل في مرحله الديزاين، وبتبقى متغيره. فكل مره الفولتج ده بيتغير هضطر ري انالايز او احل الدايره من اول وجديد. طب عشان اتجنب ده اعمل ايه؟ To avoid this we'd like to have a technique that replaces the linear circuit by something simple that facilitates the analysis. حاجه تسهل الاناليسيس بايه؟ simple circuit عباره عن فيو ار سيريز مع بعض واحلهم بس باخر خطوه اللي فيها تغير في قيمه الايه؟ الار اللي انا بغيرها. يبقى الدايره عامله كده اهو، عندك هنا لينير سيركت اهي ما بين نقطتين A و B، وعندي variable resistance في A بالنقطة دي. أنا عايز أشيل بقى كل السيركت دي أيا كان. بص حتى هنا رسمها إيه؟ رسمها بوكس، بلاك بوكس بالنسبة لي، أنا مش عارف إيه اللي جوه، هي فيها عكة زي دي كده، مش عايز أعرف هي إيه، بس في الآخر عايز أشيلها وأحط ما يكافئها إيه؟ حاجة عاملة كده. هشيل كل اللي جوه ده أيا كان شكله وأحط فولتج اسمه في ثيفنن وسيريز معاها ريزيستنس اسمها ار ثيفنن ما بين النقطة A و B، وده المقاومه اللي ايه المتغيره اللي هي اللي موجوده. بيقول لك ايه؟ او فالطريقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان والله في ثيفنن ده هو الايكويفالنت او اللي هو الاوبن سيركت فولتج ما بين النقطه A و B، والار ثيفنن دي هي الانبوت ايكويفالنت ريزيستنس بين النقطه A و B. يعني ما بين A و B دولت لو انا فاتح دي كده وشايلها، ما انا لسه مش عارف هي بكام، هي مره بخمسه ومره باربعه ومره بثلاثه، فانا مش عارف هي بكام. ففرق الجهد بين النقطتين دولت وهو وهو الدايره مفتوحه كده هو ده الفي ثيفنن. والايكويفالنت ريزيستنس لكل الكلام ده بعد ما اشيل كل السورسز اللي موجوده عندي هو ده اسمه ايه؟ ار ثيفنن. طب بجيب الايه؟ اللي هو جوه كل الدايره ده يكافئ كله على بعضه كام، هو ده الفي ثيفنن. يعني كاني مش عارف او كاني عايز اقول ان لو دي مفتوحه كده انا كل مشكلتي ان دي بتتغير، صح؟ بالظبط، اللي هو ما يكافئ البلوك ده كله على بعض. طيب بعملها ازاي بقى؟ تتحل على خطوتين، مره عشان اجيب الفي ثيفنن، مره عشان اجيب الار ثيفنن. فاول حاجه اهو، تعالى بقى، اول حاجه عشان اجيب الار ثيفنن اهو، اول حاجه ريموف البورشن اللي هو بيتغير. يعني انا عندي الدايره ايه كانت عامله كده، اول خطوه همسح ده، انا مش عايز ده، مش ده متغير وقرفني، شيله وسيب الدايره كده مفتوحه اهو، ادي A وادي B. جميل. اول حاجه عايز اجيب الار ثيفنن، اجيبها ازاي؟ قال لك وهي مفتوحه كده كنسل والغي كل السورسز اللي موجوده عندك في الدايره اهو. Calculate the R Thevenin by first setting all sources to zero. ازاي ست السورسز بزيرو؟ ها؟ زي عملناها قبل كده، أي فولتج سورس أحطه شورت سيركت، أي كرنت سورس أحطه يبقى أنا في الدايرة دي هاجي أعمل كده، هفتح ده أهو، هفتح ده وهخلي ده إيه؟ وهخلي ده وهخلي ده اهي، وهات بقى الايكويفالنت ريزيستنس بين النقطتين دولت عادي بقى زي ما انت يعني بتعرف او متعود تعمله. مش احنا خدنا قبل كده اللي هو ريزيستنس انك تعمل لها زي بارلل وسيريز وستار ودلتا وتجيب الايكويفالنت بتاعك عامله ازاي؟ هو ده. يعني لو انا ماشي من هنا كده اهو، همشي كده هشوف مقاومه قد ايه بالنقطه دي والنقطه دي، او بمعنى اخر لو انا جبت هنا اوميتر حاجه بتقيس الاوم وحطيتهم هنا هقيس مقاومه كام؟ هقيس دولت بقى اهو، وامشي كده اهو، بص دي كده دي بارلل مع دي ودي بقت مفتوحه، يعني ايه؟ هل في حاجه تمشي كده؟ يبقى ده كانه ملوش لازمه، مفتوحه اهو، يبقى دي بارلل مع دي ودي سيريز مع دي وكلهم ودول سيريز مع بعضيهم، صح ولا لا؟ يبقى ساعتها يبقى دي بارلل مع دي، ديت سيريز مع ديت، بس خلي بالك انا في ايه؟ شورت سيركت، فدولت بارلل مع شورت سيركت، يبقى بكام؟
ما لهمش لازمه، يبقى دول كمان ما لهمش لازمه عندي مش هحسبهم، يبقى دول اتبارل مع بعض وبس. يبقى ار ثيفنن في الحاله يطلع ايه؟ لو اسمي دي مثلا ار 1 ودي اسمها ار 2 دي كان اسمها ار 3 ودي اسمها ار 4، هي عباره عن ايه؟ ار 1 بارلل مع ار 2 بس كده. ادي كده ار ثيفنن. يبقى تاني ار ثيفنن سيت اول سورسز تو زيرو، يعني الفولت سورس بقى شورت سيركت والكرنت سورس بقى اوبن سيركت، and find the resultant resistance between the two market terminals، ما بين الاي الاي والبي اللي انت علمته. امشي بقى كده كان انت طيار ماشي اهو، ماشي كده، دول بارلل دول سيريز، بس دول بارلل مع الزيرو، فده بقى مجموعهم بكذا ده كذا لحد ما تجيب اللي انت عايزه. خلاص ده كده اللي هو مين الار ثيفنن. فيها مشكله؟ طيب تاني خطوه عايز اجيب ده الفي ثيفنن اللي هو ايه؟ اللي هو الاوبن سيركت فولتج بين النقطتين دول. ما انا خلاص انا بقيت فاتحها اهو، فيا ترى لما دي مفتوحه كده ونركز في دي، دي مفتوحه، فرق الجهد بين دي ودي كام؟ طب ليه بقول نركز في كلمه مفتوحه؟ لان خلاص لو دي مفتوحه هل في كارنت هيمشي كده؟ يبقى حضرتك لو ما عندكش سورس في الحته دي او ما عندكش حاجه هنا مفيش كارنت ماشي هنا. لان في بعض المسائل مثلا هي المساله تكملتها مثلا هنا في ايه؟ مقاومه كده، فلاقي حد بيحل وهو بيطلع الفي ثيفنن ويقول لك ايه الكرنت اللي ماشي هنا مثلا طلع 5، يبقى 5 في المقاومه دي ب 2 يبقى 10 فولت. طب ما لو ده مفتوح هل في كرنت هيمشي كده؟ يبقى ده اكيد مش موجود، يبقى فرق الجهد على ده مفيش، يبقى جهد دي هو نفس جهد دي. فانت اخر حاجه محتاج تعملها هو ايه؟ انك تجيب جهد دي، وده هي نفسها هي دي. فانت كانك عايز تجيب ده اللي هو نفسه ده وخلاص على كده. طب لما اجي بقى احلها اعملها ازاي؟ عايز اجيب فرق الجهد بين النقطتين، بعملهم ازاي بقى؟ استخدم بقى السوبر بوزيشن، استخدم النودل، استخدم المش، اللي انت عايزه. المهم في الاخر قول لي جهد النقطه دي كام وجهد النقطه دي كام، فتجيب في اي بي هو نفسه الفي اي الفي ثيفنن اللي هو فرق الجهد بين الاي النقطه اي وبي اللي موجود هنا. لو في لا في الار ثيفنن هاخدها، يعني لو دي موجوده يبقى الار هي عباره عن ايه؟ دي بارلل مع دي، قلنا دول خلاص عليهم شورته فاتشالوا، زائد الار اكس مثلا اللي اسمها هنا هاخدها في الار. بس انا بقول لما اجي اخدها في الفي، هل لو ده اوبن سيركت هل في كارنت ماشي كده؟ فهل في فولتج دروب على دي؟ يبقى طالما ما فيش فولتج دروب هنا يبقى جهد ده هو نفسه جهد ده؟ لا يبقى خلاص، يبقى انا لو جبت جهد ده هو نفسه ده خلاص، نفس الكلام ده هو شورت سيركت على ده خلاص، يبقى ده هو نفسه ده. يبقى انا كل اللي عايز اجيبه فرق جهد بين دول اللي هو ده زي ما انت عايز بعد كده. فيبقى لما اجيب الفي ثيفنن يبقى الفي ثيفنن اهو باي فيرست ريتيرن الاور سورسز، رجع ثاني سورس لاماكنهم. تعالى بقى ايه هنرجعهم بالشكل الاصلي بتاعهم اهو، دي كان شورت يبقى دي اكيد كان مكانها ايه؟ حاجه عامله كده، ده انا فتحته فهنا كان في مقاومه وكان في كارنت سورس مثلا كده، ده كان شورت سيركت يبقى هنا كان عندي ايه؟ باتري مثلا كده، وكان في مقاومه هنا معاها انا فاكر، وهنا كنت فارض باتري بس كده وخلاص. يعني انا بضرب ايه اي رسمه وخلاص يعني. ونحلها بقى، تعال نحل الدايره ديت. يبقى ايه؟ عايز تجيب فرق الجهد ما بين النقطه دي ودي، قلنا ده طالما مفتوح يبقى ده هو نفسه ده، يبقى انا كاني عايز اجيب جهد دي وده بالنسبه لده، ده هفترضه الزيرو او البوتنشال بتاعي. طيب نحل. اجيب جهد ده ازاي بقى؟ براحتك. عايز تحلها سوبر بوزيشن تلغي دي وبعد دي ما انا كان فيها مقاومه كده، تلغي ده وده وده وتحل بالنسبه لده، وبعدين تلغي ده وده وده وتحل ده وهكذا. انا عاده يعني النصيحه لما تلاقي الدايره عندك طالما ما قلتلكش حل بايه، يعني لو انا مش جبرك قلت لك مثلا سولف او مثلا او اعمل حل الدايره دي يوزنج مش يوزنج نودل يوزنج سوبر بوزيشن، لو ما قلتلكش الطريقه من حقك تعمل اللي انت عايزه. انما لو قلت لك حلها لي بكذا هتروح تحل بحل حاجه ثانيه كاني ما شفتهاش. قبل ايه؟ ها ماشي ماشي، ما انت واخد تاثير دي هنا خلاص. بس هو الديفينيشن بتاع طريقه الثيفنن ان الفي ثيفنن ده هو الاوبن سيركت فولتج ما بين اي ام بي. فكلمه اوبن سيركت فولتج يعني ايه؟ يعني ده مفتوح، هو الديفينيشن بتاعها كده، هو اللي اخترعها الاستاذ ثيفنن عمل كده. طيب
طالما سعادتك مش مجبر بطريقه وبتحل براحتك، انا لو مكانكو وانا ببص على ده زي كده عمري ما هحلها بالسوبر بوزيشن. ليه؟ ادي مره اتنين تلاته اربعه هحلها 4 مرات، ليه وجع القلب ده؟ فاعمل ايه هنا؟ ايه هنا انسب طريقه؟ يا المشي يا النودل. النودل ادي عندي هنا نود الثانيه، ودي سهله لان انا عارف الفولت بتاعها بكام، 2. فبقى عندي كم معادله في كم مجهول؟ وطبعا دي مش نود، ما دي هي نفسها دي، صح ولا لا؟ انا هنا اعمل برانش ايه؟ شورت سيركت. فانا عندي كم نود؟ 1 2 بس، فاحلها 2 unknowns في ايه؟ معادلتين. او احلها مش ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه، طبعا دي مفتوحه فما فيش ايه فيها حاجه، صح ولا لا؟ وبرده دي سهله. ليه؟ هو الكرنت لو ده I1 وده I2 وده I3، هو مش الكرنت اللي ماشي هنا I2 ده هو نفسه ده لا، فاذا I2 هو نفسه الاي اس اللي موجود هنا، صح ولا لا؟ فبقى عندي برده في الاخر 2 unknowns في ايه؟ في 2 equations و unknowns. يبقى انا اقدر احل ايه؟ معادلتين في موجودين سواء بنودل او بمش، جبتهم في الاخر اجيب جهد النقطه دي، يبقى في اي بي هو نفسه ايه؟ هو ده، طالما ده الجراوند بتاعي اللي هو الزيرو. خلاص؟ يبقى في الاخر حولت كل المنظر ده لفي ثيفنن، ار ثيفنن سيريز مع الاخ ده. احل بقى بعد كده ايه؟ دي بقت بخمسه، بقت باربعه، بقت ب10، تتغير ان شاء الله مليون مره. انا بحل ايه؟ سطر. وده كله تعبت فيه في الاول شويه على ما جبت الفي ثيفنن والار ثيفنن، بس هي مره واحده. خلاص؟ يبقى calculate the Ethevenin by first return all sources to their original position and find the open circuit voltage. اه هو يعني الديفينيشن بتاع الطريقه كده، الاوبن سيركت فولتج بتوين ذا ماركت تيرمينالز. بعد ما تخلص وتجيب الاي ثيفنن والار ثيفنن، درو ذا ثيفنن ايكوفلنت سيركت اللي هي دي اسمها الثيفنن ايكوفلنت سيركت اللي هي الفي 7 والار ثيفنن، with the proportion of the circuit previously removed replaced between the terminals of the A equivalent circuit. يبقى ترسم بقى دي تاني وتحط ايه المقاومه اللي اسمها ار دي، اللي هي بقى اللي انا بتتغير عندي زي ما انا عايز بعدها. تعال ناخد اكزامبل، دايما السيركتس ايه اسهل حاجه فيها الاكزامبل، الكلام النظري بقى ايه مزعج شويه. دايره عندك كده وانا بقول لك ايه، وجد لي الثيفنن ايكوفلنت ريزيست سيركت اللي احطها بين اي وبي. يعني هنا انا عندي مقاومه بين اي وبي بتتغير وقرفاني، فانا عايز اجيب ما يكافئ الدايره اللي قدامك دي ما بين اي وبي. اول خطوه نعمل ايه؟ عايز اجيب الار 7. قلنا بنعمل ايه عشان اجيبها؟ تيرن اوف كل السورسز. هنا انا عندي كام سورس؟ واحد بس. يبقى اشيله ازاي؟ شورت سيركت. تبقى الدايره عامله كده. يبقى ما بين اي وبي عندي مقاومات عامله ازاي، او الايكوفلنت عباره عن ايه؟ لو انا همشي من ايه هنا اهو، ادي واحد، وجيت هنا الاثنين دول بارلل لبعض، يبقى واحد سيريز مع اثنين بارلل الاثنين، يبقى واحد زائد واحد باثنين يطلع ايه؟ 2 ohm. يبقى ما بين اي وبي الايكوفلنت للمنظر ده هو مين؟ 2 ohm، ده اللي هو ار ثيفنن. طب تعالى بقى نجيب الايه؟ الفي ثيفنن اهو، ده كده اوبن سيركت. تعالى نشوف فرق الجهد بين اي وبي في الحاله دي وهي مفتوحه كده. لو الدايره بالمنظر ده التيار هيمشي ازاي؟ هيطلع كده يمشي هنا، هل في حاجه هتيجي الناحيه دي؟ مستحيل، ده مفتوح، يبقى هيكمل كده وخلاص. اذا فرق، اذا جهد ايه هو نفس جهد النقطه دي، صح ولا لا؟ يبقى في اي بي هو نفس الجهد اللي على ايه؟ اللي على الاثنين اوم. فطالما دي زي دي ودي 10 اوم يبقى فولتج ديفايدر، يبقى اكيد اي دي عليها كام؟ عليها 5 فولت. يبقى الفي ثيفنن هو 5 فولت، الار ثيفنن 2 اوم، يبقى الايكوفلنت ثيفنن ريزيستنس للدايره دي كلها على بعضها، بدل ما كل مره احط مقاومه هنا واقعد اقول دي سيريز مع دي، بارلل مع دي، سيريز مع دي، واقسم الفولتج عليهم فاجيب الكرنت، وبعد كده اقوم عامل كرنت ديفايدر واجيب الكرنت اللي ماشي هنا عشان اعرف هنا ماشي كام، اهو خلاص انا ريحت نفسي. كل الهلومه دي اقدر اشيلها واحط مكانها كام؟ 5 فولت سيريز مع 2 اوم، واغير بقى ده زي ما انا عايز واشتغل وهكذا. فيها مشكله؟ الطريقه بتاعت سيفنين دي ودتنا او سهلت لنا الدنيا ان انا اقدر اشوف حاجه اسمها الماكسيمم باور قد ايه. عايز اعرف احط ريزيستنس في الدايره دي هنا بكام لو فرضا ده احد التارجتس بتاعتي، يا ترى احط هنا مقاومه بكام؟ بخمسه ولا اربعه ولا ثلاثه ولا بكام، بحيث اخلي الباور اللي كونسيومد هنا هي الماكسيمم باور. انا عندي لود وعايز اعرف لو ظبطت اللود بتاعي بكام اخد اقصى باور ممكن استفيد من السبلاي، او العكس انا اللود انا مجبر بيه، اظبط انا الريزيستنسز والدايره بتاعتي اللي هنا بكام بحيث اخلي السورس ياخد اكبر قدر ممكن من الباور. فبعملها ازاي؟ اهو الدايره بتاعت الثيفنن اهي، عايز اجيب الباور الماكسيمم باور بتاعت هنا،
عاده بنجيب الماكسيمم بتاع اي حاجه ازاي؟ اي فانكشن عايز تجيب الماكسيمم بتاعها بتعمل ايه؟ ها بالظبط بالظبط. يبقى هتجيب الباور هتفاضلها بالنسبه للمقاومه ديت وتساوي بالصفر، صح ولا لا؟ هو نفس اللي هنعمله. فنقول ان الايم اوف ان انرجي سورس از تو بروفايد الباور تو الود. انا عندي دايره بالمنظر ده او ايا كان، او شبكه او جنريتور او اي حاجه، هدفه انه يغذي اللود بتاعك. فلو انا عرفت اجيب الايكوفلنت ثيفنين سيركت للدايره دي، وعايز اعرف ايه هي الماكسيمم باور اللي ممكن تروح لللود او للحمل اللي موجود عندي هنا، هعملها ازاي؟ اهو تعال نشوف الاول الباور اللي هنا بكام. هو الباور بتساوي كام؟ اي سكوير في الار. يبقى الاي اللي ماشي ده سكويرد في الار لود. طب هو الكرنت ده عباره عن ايه؟ مش عباره عن الفولتج على مجموع المقاومات اللي عندي؟ يبقى الباور بتساوي كام؟ اي سكوير في الار، يعني بتساوي الفي على مجموع المقاومات، كل ده سكويرد في الار لود، دي الباور. يبقى عشان اجيب الماكسيمم باور اعمل ايه؟ اجيب الديريفيتيف بتاع البي بالنسبه للار واساوي بالصفر. يبقى الماكسيمم باور لما اعمل بارشال ديريفيتيف للباور بالنسبه للار لود واساوي بالصفر. اعمل بقى بارشال ديريفيتيف للكلام ده كله، يطلع لك الايه الهلومه الكبيره دي، سويها بالصفر. وفي الاخر بعد ما تشطب وتعمل، صدقني يوما ما هيطلع لك في الاخر ايه، اهو ده بيساوي الكلام ده كله. في الاخر انا عايز ده، ان الار ال بيساوي ايه؟ ار ثيفنين. يعني انت لو حطيت قيمه الار ال ديت، يعني انت بعد ما حليت الدايره دي طلع لي ار ثيفنين هنا ب 10 اوم، خلي دي ب 10 اوم، هتسحب الماكسيمم باور اللي هي كام قيمتها بقى الماكسيمم باور دي؟ خلاص ما انت عرفت ان الار اللي عندها الماكسيمم هي نفسها ار ثيفنين. خد عوض بقى بان الار لود بيساوي ار ثيفنين في الاكسبريشن ده، يطلع لك ان الماكسيمم باور هو ايه؟ اهي في ثيفنين سكويرد على 4 ار ثيفنين. يبقى تقريبا هاف الباور راحت كلها فين؟ للاخ ده. هو ده الماكسيمم باور اللي انت ايه اللي انت ممكن تاخدها على اللود اللي عندك. يبقى الثيفنين ريزيستنس او الثيفنين ثيورم باختصار هاو تو سمبليفاي سيركت على شكل في وار سيريز مع بعض على نقطتين انا عارفهم على فاريبل اليمنت موجود هنا. ومنها كمان بنقدر طالما الدايره بقت سهله كده، عرفت اعرف الماكسيمم باور اللي موجوده هنا اجيبها ازاي، ان انا اجيب الباور فضلتها سويتها بالصفر. ومنها طلعت ان عشان اخد الماكسيمم باور لازم يكون عندي الار لود ده بيساوي الار ثيفنين بتاع الدايره اللي موجوده هنا. فيها اي سؤال في ثيفنين؟ يعني كده خلصنا مع بعض الثلاث طرق اللي هم التانيين اللي هم النودل والمش والثيفنين متر اللي احنا بنحل بيهم الايه. انت كده خدت معايا اربع طرق، سوبر بوزيشن، نودل بالحالات الخاصه بتاعتها لو عندي مش عارف ايه، والسوبر نود والكلام ده كله، وعندك المش بالسوبر مش، وعندك الايه الثيفنين. اي دايره بقى انت بتحلها زي ما بقول لك، حل بالطريقه اللي انت عايزها. انت جات لك طبعا سيبك من الامتحان يعني، بس في الامتحان اقول لك مثلا يا سولف الايكويشن او الدايره دي يوزنج المش، هتستخدم المش يوزنج النودل، هات لي الكرنت اللي ماشي هنا وكذا وسكت، حلها مش حلها نودل حلها ثيفنين زي ما انت عايز، مفيش ادنى مشكله. السوبر بوزيشن عاده يعني في حاجه زي كده زي ما قلت لك، لما تلاقي عندك الدايره دخلت في اربع خمس سورسز مع بعض ابعد عنها، طالما انت مش مجبر بطريقه انا قايل لك عليها ابعد عنها، اشتغل بقى بالمش او بالنودل، عاده بيكونوا ايه اقصر واسهل. هي في الاخر الدايره مهما كترت الاليمنت اللي فيها هم 2 3 4 مشز، 2 3 4 نودز وخلاص، مش اكتر من كده يعني. خلاص اي سؤال اي استفسار اي حاجه؟ طيب طبعا الطرق دي طريقه، دي طريقه للحل تمشي معانا في الاي سي وفي الدي سي. يعني لما يجي نتكلم على الاي سي بعد كده ان شاء الله، اي سي سيركتس، هتلاقي هو برضه بحل بالمش وبالنودل وكل حاجه، بس كل الفكره فين؟ ان تاني اي سي الترنيتنج كارنت، فهو ما هوش ثابت. فلما اجي اقول ان الكارنت مثلا او هنا بيساوي ايه مثلا، يعني ان الفولت كان بيساوي في 1 ماينس في 2 على الاي، ده مش هيبقى بقى ايه 5 ناقص 4 على 3 اوم، لا ده هيكون مثلا ايه 5 وزاويه مش عارف ايه، او 5 ساين مش عارف، ده ناقص 5 ساين على المقاومه اللي هي امبيدنس فيها ار وال بقى، فهنشوفها عامله زي ايه المره الجايه ان شاء الله. انما كمش ونودل وثيفنين والسوبر بوزيشن ينفعوا في اي سيركت اي سي او دي سي، مفيش ادنى مشكله. اي سؤال اي استفسار في الدي سي سيركتس؟ طيب غالبا المحاضره اللي جايه
يعني في دكتور احمد صابر معايا في الكورس، الكورس مقسوم ما بيني وما بينه، فهو اللي هيدخل معاكم في المره الجايه ان شاء الله في الجزء بتاع الاي سي سيركتس والماجنتكس والترانسفورمر، وانا هكمل معاكم اخر جزء اللي هو بتاع الاندكشن ماشين ان شاء الله باذن الله. فانا كده نعمل بوز عشان اكيد زهقتوا مني وزهقت منكم، فهنعمل بوز كده شويه في النص. وايه السامع ايه؟ صدقتوا من الموضوع؟ طيب يجي حد يلخبطكم عشان تفهموا؟ لا، ما الراجل برضه ان شاء الله هيبقى هادي كده والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. فهو هيكمل معاكم الاي سي والماجنتيك سيركتس وبدايه الترانسفورمر، وانا هكمل معاكم ان شاء الله اخر حاجه في المنهج اللي هو بتاع الايه؟ الاندكشن ماشين. فالمحاضره الجايه غالبا هيبقى هو، ما اعرفش هيمشي بنفس السيكونس ولا لا، بس غالبا سؤال بس، انتوا في السكشن مع مهندس عمر خلصتوا الشيت بتاع الدي سي؟ يعني حل معاكم مساله سوبر بوزيشن، اسف، مساله نودل ومساله مش ومساله تيفنن؟ حل سيفنن ولا محلش سيفنن؟ حل سيفنن كمان. يبقى هو كده غالبا خلص جزء الدي سي، فعشان منع اللخبطه ان هو لو دخل الاسبوع اللي جاي الاولى قبل ما كان ده كله، غالبا انا هتفق اظبطها مع دكتور احمد ان هو ياخد الاسبوع اللي جاي هو الاولى والثانيه، فيخلص معاكم الاي سي، فالاسبوع اللي بعديه يبقى المهندس عمر معاه الايه؟ الشيت يحل براحته. الاسبوع اللي بعديه هو ياخد مثلا الترانسفورم، يبقى دايما احنا في المحاضره سابقين، احنا ناخد محاضرتين مثلا ورا بعض، نخلص التوبيك، يجي المعيد الاسبوع اللي بعده ياخد الايه؟ السكشن بتاعه وهكذا. مين؟ مهندس عمر؟ ماشي، سهله، مش مشكله، ممكن نخليه يجي في اخر المحاضره او جزء ايه، ربع ساعه ثلث ساعه، يعني مساله يعني حاجه صغيره قوي، فممكن في اخر المحاضره يجي هو يدي كويس، بس يبقى ايه؟ ما يشرحش. انا قصدي ان هخليه ما يشرحش اي سي عشان ما يبقاش هو سابق المحاضره، فانتوا بتحلوا مسائل وما خدوش النظر، فانا هخلي دكتور احمد يدخل هو الاول يشرح، وبعدين مهندس عمر يا اما يخش في المحاضره الثانيه النص الثاني او الاسبوع اللي بعديه يحل الايه؟ الشيت بتاع الاي سي. يبقى كده الموضوع ماشي منطقي، تاخد المحاضره تذاكرها، تيجي الاسبوع اللي بعديه تاخد الايه؟ الشيت بتاعه. اي سؤال؟ اي استفسار؟ اشوفكم ان شاء الله كمان 3 4 5 6 يلا اتفضلوا. شكرا.